ناقش الوزير الزعوري مع وزير الشؤون الاجتماعيه التونسي مالك الزهري تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وبحث اللقاء الخطط الوطنيه المتعلقه بالمرأه والسلام والامن وغيرها من القضايا ذات الصله، واكد الزعوري ان الوزاره حريصه للاستفاده من التجارب التونسيه الناجحه في هذه المجالات. وإمكانية بناء قدرات تأهيلية لكوادر الوزارة في مختلف القطاعات، كذلك بحث الوزير الزعوري مع وزير التنمية الاجتماعية السوداني أحمد بخيت استمرار التنسيق والشراكة في مجالات مختلفة